خفيف. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة صباح الخير يا مصر، حلقة 8 أغسطس 2023. في الحقيقة من أسبوع أو أسبوعين وشوية كده كان في كلام بيتقال إن شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الكوكب بشكل عام، وبعدين لما بدأت درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي في أول أسبوع في أغسطس، قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال كلام في منتهى الأهمية، كلام يبدو أنه هو صادم بس هو كلام حقيقي وكلام واقعي. قال إيه؟ قال إن انتهى عصر الاحتباس الحراري وحان عصر الغليان العالمي. يعني إحنا دلوقتي بنعيش في الغلاية، وأعتقد أن الكل حاسس بده تحديداً وشايفين درجات الحرارة المرتفعة، وده نفس الكلام اللي قالته منظمة الأرصاد العالمية. والحقيقة لما تركز في هذه التصريحات ومضمون هذا الكلام هتجد أنه هو انعكاس حقيقي للي بيحصل نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المرتفعة جداً في معظم دول العالم، وهنا بنتكلم على معظم إن لم يكن كل دول العالم ولا نستثني منها أحد، بنتكلم على أمريكا الشمالية، بنتكلم على آسيا، بنتكلم على أوروبا، كمان بنتكلم على منطقتنا، بنتكلم على القارة الإفريقية تحديداً، وده أمر محتاج لتكاتف، وهنا بنتكلم على تكاتف دولي لمواجهة هذه الظاهرة اللي مش بس بتأثر على صحتنا لكن كمان بتأثر على الأمن الغذائي العالمي، أمن الطاقة، الموارد المائية، لأن ارتفاع درجات الحرارة بيأثر بشكل مباشر على المزروعات وبيأثر على المحصول. وإحنا بنتكلم يمكن المشكلة الحالية هي مشكلة أمن غذائي موجودة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، لكن على الأقل متوفرة وفي صعوبة في نقلها. لكن لما نتكلم في تغيرات مناخية بنتكلم في إن المحصول نفسه مش هيكون موجود، فبنلاقي بالتالي يعني لا قدر الله، مش عاوز أكون صادم يعني على الصبح، لكن هنلاقي إن المشكلة الحقيقية بقت حرب غذاء. احنا داخلين في حرب غذاء، داخلين في حرب مياه. ليه؟ علشان ما بقاش في مية تكفي الكوكب بشكل عام والسكان اللي موجودين بشكل عام، فبالتالي هيبقى في مشاكل بسبب نقص هذه الموارد كلها. فمحتاج الأمر يكون فيه تكاتف. كنا من فترة بنحذر وبنتكلم في مؤتمر COP27 تحديداً اللي كان بيقام هنا في مصر في مدينة السلام شرم الشيخ، المدينة الخضراء، وكنا بنتكلم على التهديدات، وكنا بنتكلم على لابد من التكاتف المجتمعي والتكاتف الدولي علشان نتصدى لهذه الظاهرة. النهاردة زي ما قال أنتوني جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كنا بنتكلم على احتباس حراري، انتهت ظاهرة الاحتباس الحراري وأصبح الأمر واقعاً يعيش فيه كل، مش هقول المصريين، بيعيش فيه كل سكان العالم، وهي ظاهرة الغليان الحراري. زي ما شفنا أعتقد وعايشين كلنا وشايفين درجات الحرارة وشايفين الصيف مختلف عن يعني أي صيف عدى في الأعوام السابقة، ولكن ده نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري اللي تحولت إلى غليان حراري. كل ما يرتبط بحياة الإنسان أصبح في خطر. علشان كده احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر عندنا فقرة مهمة جدا عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل، وإزاي نقدر اللي احنا نواجه هذه الأزمة. دوري أنا كفرد إيه؟ لأنه الموضوع مش فقط دور دول ودور حكومات ومؤسسات، احنا بنتكلم في ظاهرة لابد أن يتصدى لها الجميع. فنعرف كمان في فقرتنا إيه دورنا احنا كأفراد، إيه الإجراءات اللي محتاجينها علشان مستوى العالم
للتكيف مع التغيرات المناخية يبقى مناسب إلى حد ما، وما يبقاش فيه تفاقم لظاهرة الغليان الحراري اللي احنا بنشوفها. لكن على أي حال احنا بنتكلم، هو شهر من شهور الصيف، ربنا يعديه بسلام وما يبقاش بقيت يعني شهور السنة بهذا الأمر. إن شاء الله يعني الأمر هيعدي ولسه في أمل طول ما احنا موجودين وبنتنفس على الأرض. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وبما أننا بنتكلم على ظاهرة الغليان الحراري والانتقال والتحول من الاحتباس للغليان، خلونا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور وأيضا أخبار الطقس. دينا صباح الخير. صباح الخير يا أحمد، صباح السعادة والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان. يعني يبدو أن الوضع اختلف خلاص، ما بقاش في احتباس وبقينا في الغليان، عايشين في الغلاية وحاسين بده كلنا. يعني أنا قلت امبارح أن درجات الحرارة، يعني دكتورة منار كانت معانا وقالت في انخفاض، بس امبارح فعلا كان الجو حر جدا طول اليوم، ممكن نسبة الرطوبة عالية قوي، فده بيدينا الإحساس أكثر. انخفاض نسبي بس هو مرتفع عن غير المعتاد، عن المعدلات عن السنين اللي فاتت بصراحة. يلا خلونا دلوقتي ناخدكم في جولة عن أحوال المرور في شوارع القاهرة والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل. هنبدا معاكم من محافظه القاهره، وخاصه ان الكثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. ولو بدانا من الكورنيش هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد، اما الكورنيش المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك ايضا كثافات مروريه متقطعه حتى غمره، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ده بسبب زيادة أحمال للسيارات. كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، في ظهر كمان كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري. ولو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات، ده بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. ولو فضلنا مكملين لحد كوبري الروضة هناك برضو بعض الكثافات، أما نفق الأزهر ففي انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وبتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق القادم من الأقاليم للقاهرة ده عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع والاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. مكملين معاكم ونروح محافظة الجيزة، وبيشهد شارع الهرم كثافات مرورية، ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان بتظهر كثافات أخرى متحركة في شارع السودان ده حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفطة ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري المنيب متجه إلى ميدان لبنان أو مهندسين لو فضل او يفضل ان هو يسلك محور الفريق كمال عامر، ده بسبب السيوله الموريه اللي خلقها المحور. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات موريه في الوقت الحالي، ده بدءا من محطه المريوطيه والحد الطلبيه. لكن بالنسبه لمحور 26 يوليو في سيوله للقادم من اكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، اما الاتجاه الاخر المتجه الى اكتوبر في سيوله موريه. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق لاتجاه إجباري ناحية كمان نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو يسلك الطريق السياحي. لكن بالنسبة القادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو ففي غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل، ده بطريق امتداد محور 26 يوليو، لكن ده فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، ده تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات بتكون أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة. وبالنسبة لطريق الفيوم كمان الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. نروح معاكم لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي،
بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية زراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر من الطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات على الطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة، ده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. لكن قادم من شبرا بنها الحر ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة هيسلك محور العصار، هيختصر ليه وقت طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس مع على بعض المناطق اللي فيها أعمال بتكون فيها كثافات بسيطة. ومكملين معاكم جولتنا المرية ونروح بورسعيد وهنلاقي فيه سيولة مرية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة طبعا في ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا المرورية خلينا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. الطقس النهاردة هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وكمان في نشاط رياح ببعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كمان في فرص أمطار ضعيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادي الجديد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية ومن وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. صباح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ جولتنا الإخبارية، لأن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استقبل السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وخلال اللقاء أشاد سيادته بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة. كمان منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على مستوى على المستويات الثقافية والخيرية وأيضا المجتمعية. وكمان امبارح تم توقيع 12 وثيقة في مجالات تعزيز التعاون الثنائي ما بين مصر والأردن، وكان ده في ختام أعمال الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند بيرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين والأمير طه نجم الدين والأمير حسين برهان الدين، وده بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومفضل محمد حسن علي ممثل السلطان بالقاهرة. ورحب الرئيس بالسلطان مفضل سيف الدين ضيفاً عزيزاً على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، ومثمناً الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية. وقام الرئيس بمنح السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة وشاح النيل تقديراً لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية. امبارح استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن بقصر الحسينية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وده في إطار الزيارة اللي بيجريها مدبولي لعمان لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. واستهل الملك عبد الله الثاني المقابلة بالإشادة بعلاقات الأخوة التاريخية اللي بتربط مصر والأردن، معرباً عن تقديره لأخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيداً بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
امبارح اختتمت اعمال الدوره 31 للجنه العليا المصريه الاردنيه المشتركه اللي عقدت بمقر رئاسه الوزراء بالعاصمه الاردنيه عمان بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور بشر الخصاونه رئيس الوزراء الاردني توقيع 12 وثيقه في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاردن. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحاب حريق مبنى وزارة الأوقاف. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن المعلومات المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بصلة، وإن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث إنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بميلوش فيتوجوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصربية. امبارح شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي اللي بينفذه الأسطول الشمالي، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، وظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطريقة أثناء مراحل المشروع. نروح دلوقتي مع حضراتكم لجولة أخبار المحافظات ونبدأها من الشمال وتحديداً محافظة الإسكندرية اللي انطلقت فيها مبادرة صيف شبابنا في مراكز الشباب واستفاد منها حوالي 12,000 شاب. ومن الشمال نذهب إلى الجنوب ومحافظة أسوان اللي تم فيها بدء التشغيل التجريبي ل 31 مجمع خدمي بقرى حياة كريمة. أما غرب الدلتا محافظة البحيرة تم فيها الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام. ماذا حدث في محافظات الجمهورية المختلفة؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم تنفيذ مبادرة صيف شبابنا اللي انطلقت في مراكز الشباب وتضمنت أنشطة فنية رياضية ثقافية علمية وكشفية، واستهدفت أكثر من 12,000 مشارك من كافة الأعمار، وده بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية، مع تحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم شراء 6 كباش مجهز بقيمة 31.9 مليون جنيه وشراء 3 نافوري صغير بقيمة 3.3 مليون جنيه، ودخلت هذه المعدات الخدمة للمساهمة في قيام الشركة بمهمها في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين. فأسوان بدأ التشغيل التجريبي 31 مجمع خدمي بتكلفة 290 مليون جنيه بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز إدفو وكومامبو ونصر النوبة، وده بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت بهذه المجمعات بالكفاءة المطلوبة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تشكيل لجنة مرور ومتابعة لتفعيل إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والنوادي والمنتجعات السياحية والترفيهية، خاصة اللي بتضم حمامات سباحة وأبار سياحية وألعاب مائية، بجانب التأكد من أعمال الصيانة الدورية وتوفير مختصين في أعمال الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة.
في الشرقية أكدت المحافظة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تستهدف تنفيذ 913 مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري في 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية، وده رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي، مع إقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. ولحد دلوقتي تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروع ضمن حياة كريمة في المحافظة. في قنا قامت الإدارة العامة لمرور الأفات بمديرية الزراعة بفحص 586,019 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وده في إطار خطة الارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات اللي ممكن تسببها سوسة النخيل. في البحيرة تم الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام، وهيتم التشغيل التجريبي لثمان ماكينات قريباً على أن يتم زيادة العدد بالفترة المقبلة لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بكفر الدوار. في أسيوط تم تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور منفلوط العلوي اللي بيربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي بالطريق الزراعي عبراً نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، وده بتكلفة 4 مليار و793 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 75%. مشاهدينا، نسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل سريع، لكن فقراتنا في صباح الخير يا مصر متواصلة معاكم حتى العاشرة صباحاً، انتظرونا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. والطقس النهاردة هيكون حار رطب نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. في النهاردة كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط رياح ببعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. كمان في فرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحياناً على حلايب وشلاتين وبوسمبل والوادي الجديد. شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا بالليل انتظرنا نسمة الهواء ما جاتش لحد دلوقتي، احنا في انتظارها النهارده، فعايزين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده. لا بالعكس، يمكن احنا من الامس انخفضت درجات الحراره، لكن هو كان انخفاض طفيف جدا في درجات الحراره، كان اقل حده من اليوم اللي قبله. طبعا. لكن ان شاء الله متوقع من اليوم يكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره. يعني متوسط درجات الحراره اليوم متوقعه عظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 درجه مئويه في الظل، لكن طبعا نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو هنحسها لو تكون 37 درجه مئويه، فهنحس اليوم ان شاء الله ان في اختلاف كبير عن طقس امس واول امس. لان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على انخفاض درجات الحراره وتوزيع الرطوبه كمان في عمود الهواء ككل، بالاضافه كمان مصادر الكتل الهوائيه نفسها اصبحت كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، طبعا بتحمل بكميات من بخار الميه، يعني ارتفاع في نسب الرطوبه، لكن مصادر الكتل الهوائيه نفسها درجات الحراره فيها انخفضت، فبالتالي هنحس ان شاء الله بالانخفاض في درجات الحراره، واجواء اليوم هتبقى اجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه للبلاد، لان المناطق اللي موجوده في السواحل الشماليه والقاهره الكبرى وشمال الصعيد هتشهد انخفاض في درجات الحراره. طبعا المناطق الجنوبيه اجواءها شديده الحراره رطبه، يعني شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار اجواءهم شديده الحراره خلال فترات النهار، خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس ووجود نشاط نسبي للرياح هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره وعدم احساسنا بنسب الرطوبه، هنحس بالاجواء المعتدله في معظم انحاء الجمهوريه وخاصه في المناطق الشماليه، وهنحس بنسبه الهواء اللطيفه اللي احنا بنتكلم عليها ان في اختلاف في الاجواء عن الليالي الماضيه، ومتوقع كمان ان درجات الحراره دي تكمل معانا حتى نهايه لسه عايزه اسال حضرتك بقى هتفضل معانا كام يوم كده؟ يعني هي متوقعه ان شاء الله يمكن لحد نهايه الاسبوع، مطلع الاسبوع اللي جاي يكون متوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى في الظل ما بين 35 و34 درجه مئويه، لو مع وجود نسب رطوبه في الجو هنحسها لو تكون 37 38، لكن طبعا هنحس باختلاف الاجواء بشكل كبير عن الايام الماضيه وخاصه فترات الليل.
بالاضافه كمان طبعا السبوره المائيه لسه موجوده معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخره على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن طبعا هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. خلينا ننوه كمان ان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه. كنت لسه عايزه اسال حضرتك فعلا على البحرين، لان الناس كلها في اجازات دلوقتي صيفيه فبيسافروا، فبننزل المايه في البحر المتوسط وكمان في البحر الاحمر. هو بالفعل خلينا نتكلم عن البحر المتوسط، لان البحر المتوسط هو اللي هيكون عليه اضطراب اليوم. هيكون الاضطراب على الشواطئ مطروح والعلمين والاسكندريه، ارتفاع الامواج ما بين 1.5 ل 2.5 متر، فالساده المصطفين على الشاطئ ناخد حذرنا بشكل كبير. لكن خلال الايام المقبله سرعات الرياح هتزيد اكتر، تبقى من 50 ل 60 كم على الساعه، وارتفاع الامواج كمان هيزيد، هيكون من بين 2 الى 3 متر، فهيكون البحر غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. متوقع ان البحر المتوسط يستمر معانا كده حتى نهايه الاسبوع، يعني يمكن لحد يوم الخميس ويوم الجمعه يفضل اضطراب. بس كويس طبعا ان حضرتك نبهتينا لده، لان مهم جدا في الفتره دي نبقى عارفين حاله البحر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وبالنسبة للقاهرة فالعظمى 35، الصغرى 25، العاصمة الإدارية 36، 25، اسكندرية 31، 24، العلمين الجديدة 31، 24، مطروح 30، 23، دمياط 32، 24، بورسعيد 36، 24، اسماعيلية 36، 24، السويس 37، 25، العريش 32، 24، كاترين 33، 16، طابة 39، 24، حلايب 38، 30، شلاتين 40، 30، شرم الشيخ 40، 30، الغردقة 41، 30، الفيوم 37، 25، بني سويف 38، 26، الوادي الجديد 45، 27، أسيوط 40، 26، سوهاج 43، 28، قناة 44، 28، الأقصر 45، 27، أسوان 45، 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، بس خلي بالنا كمان إن في ارتفاع في الأمواج على البحر الأبيض المتوسط، لكن كمان في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فده هيخلينا أكيد بنستمتع بجو صيفي معتدل خلال الأيام اللي جاية. هرجع مرة دلوقتي مرة تانية لأحمد عبد الصمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، والشكر موصول طبعا للدكتورة منار غانم، ويا رب كده يعني نسمة الجو اللطيفة تيجي مرة تانية زي ما قلت. يعني دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ طلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 للاطلاع على كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم، حيث يتم تسليم الطالب نموذج إجابة لكل مادة للاطلاع عليه وإعادته إلى اللجنة بعد الاطلاع كما تسلموا. النهارده هينظم مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر الشريف احتفال لتكريم الفائزين في مسابقه ثقافه بلادي اللي اعلن عنها المجمع في وقت سابق، وشارك فيه الطلاب من المصريين والوافدين من الدارسين بالازهر. ومرت المسابقه بعده مراحل وبمشاركه خبراء من الداخل والخارج، وبالتعاون مع الهيئه العامه لتنشيط السياحه ووزاره الثقافه وجميع قطاعات الازهر الشريف. النهارده يواصل ملتقى شبهات وردود بالجامع الازهر الشريف فعالياته الاسبوعيه تحت عنوان ادب الحوار في الاسلام. الملتقى بيعد من الانشطه المهمه اللي بيحرص الرواق الازهري على انعقادها، وبيتم اختيار عناوين الملتقيات وفقا لمستجدات الظروف الراهنه والشبهات الدائره حول ثوابت الشرع الحنيف وما يواجهه الوطن والامه الاسلاميه والعربيه من متغيرات. النهارده هتواجه البطلة المصرية ميار شريف المصنفة رقم 31 عالميا نظيرتها التشيكية ماركيتا فوروندروسوفا المصنفة العاشرة عالميا وبطلة ويمبلدون للتنس بالدور الأول 64 ببطولة مونتريال الكندية للتنس فئة 1000 نقطة. يمكن مازال الحديث لا يتوقف عن مدينة العالمين اللي انطلقت فيها فعاليات النسخة الثالثة من سباقات الهجن، واللي بيشارك فيها 900 من المتسابقين في مختلف المحافظات. المهرجان بيستهدف إحياء التراث البدوي للقبائل وكمان زيادة نسبة المشاركين في رياضة الهجن. تعالوا نتابع هذا التقرير.
بمشاركة 900 متسابق انطلقت فعاليات مهرجان العالمين للهيجن في نسخته الثالثة في جنوب سيدي عبد الرحمن، حيث يتم تنظيم المهرجان من الاتحاد المصري للهيجن وبرعاية ودعم الاتحاد الإماراتي للهيجن. يشارك في المهرجان متنافسون من عدة محافظات أبرزها مطروح وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج. يعمل مهرجان الهيجن على المساهمة في إحياء التراث البدوي للقبائل وزيادة نسبة المشاركين في رياضة الهيجن التي تحظى بجمهور كبير على مستوى مصر والوطن العربي. يبلغ عدد أشواط السباقات الصباحية بمهرجان الهيجن في العالمين 30 شوطاً تبدأ من الساعة 5 فجراً حتى الساعة 9 صباحاً، وأخرى مسائية تنطلق الساعة 5 مساءً حتى الساعة 7 مساءً على مدار يومين. وقامت لجنة فنية من الاتحاد المصري للهيجن بتسجيل بيانات كل جمل مشارك، والذي يشترط أن يكون حاملاً لشريحة إلكترونية تتضمن كافة بياناته المسجلة رسمياً. وتشتمل فعاليات المهرجان على توزيع جوائز مالية للفائزين وسط تنظيم حفل تكريم في نهاية مهرجان الهيجن في نسخته الثالثة، وذلك بحضور جميع المشاركين من المتسابقين ولجنة الحكام وممثلي الاتحادين المصري والإماراتي للهيجن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الشيخ سلامة إبراهيم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهيجن. صباح الخير يا شيخ سلامة. صباح الخير، يعني صباح الخير على مشاهدينا أينما كان إن شاء الله. صباح الخير على حضرتك. نسخة موفقة، النسخة الثالثة من سباق الهيجن، عاوزين نتكلم على تفاصيل أكتر وانطلاقها من مدينة العالمين. يا سيدي، أنت تعرف العالمين تمر بمهرجان عالمي. صحيح. والحمد لله متعدد الثقافات ومتعدد الأغراض، فالهيجن من ضمن مهرجان العالمين، فهناك حوالي 900 متسابق من جميع محافظات مصر وعشاق هذه الرياضة بالآلاف متواجدين في العالمين. نعم. طيب، سباق الهيجن أنت تعرف أنه يربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي ارتباط جيد، وهناك جمهور من الخليج طبعا متواجدين معنا في العالمين، وهناك تعاون بين الاتحاد الاماراتي والاتحاد المصري للهيجن، فقام بتوزيع الاشواط في مختلف الانواع والسن والمشاركين، فالحمد لله الفائزين في هذا المهرجان حوالي 30 مركز او 32 مركز اول، ولكن في تقدم وازدهار رياضه الهيجن ان شاء الله بعون الله. احنا بنتكلم على شوطين تحديدا امتضى فيهم الهجانه او يعني المشاركين في سباق الهيجن الجمال، وبداوا في دخول المنافسه. ابرز تفاصيل هذه المنافسه اللي كانت موجوده، ويعني كان مين اشد المتسابقين اللي موجودين؟ يا سيدي، هذه اشواط تراثيه. نعم. وهذه تجسد التاريخ العربي الأصيل، فالأشواط هذه لها معنى، يعني كالشباب يمتطون الهيجن فهذا شيء جيد، ويعلم الشباب امتطاء الهيجن، فإن شاء الله بعون الله. وكان العدد كبير جدا الراغبين في المشاركة في أشواط الأشواط التراثية، ولكن اكتفينا بـ 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 من كل عمر 20 مطية من تشارك في الشو. نعم. طيب، لو هنتكلم على التطوير والحداثة اللي اشتملت مهرجان الهيجن في هذه النسخة اللي بتقام على أرض العالمين بالتزامن طبعا مع مهرجان العالم عالمين، ويمكن ده جاي ضمن الفعاليات التراثية اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين، ايه أهم ما يميزها؟ يا سيدي، بلدنا تمر بتطور كبير الحمد لله، ونحمد الله ونشكر الله، فكل شيء عندنا تطور. احنا رياضة الهيجن كانت يعني غير كذي خالص، فرياضة الهيجن تطورت، اليوم الراكب الآلي والهيجن توقيتاتها فارقة، وإن شاء الله
ان نشارك. صحيح، يعني احنا بنتكلم على تطور، اكيد التطور ده مشهود وملحوظ في كل محافظات الجمهوريه مش بس في العلمين، لان زي ما احنا عارفين كمان ان في خطه بتمر بها الدوله لتطوير مساجد آل البيت. هنتحول الان لبث مباشر للسيده نفيسه، حيث افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسجد السيده نفيسه رضي الله عنها بعد انتهاء اعمال التطوير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. جنابك منه تستفيد الفوائد، وللناس بالإحسان منك عوائد. فطوبى لمن يسعى لمشهدك الذي تكاد إلى مغناه تسعى المشاهد. إذا ما أتى القاصدون تيسرت عليهم وإن لم يسألوك المقاصد. مشاهدين الكرام، طبتم وطاب صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أحد أعرق المساجد التاريخية في القاهرة، من مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. من هنا مشاهدينا الكرام ننقل لكم مباشرة وقائع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقام وضريح السيدة نفيسة بعد تطويره الذي استمر لمدة عام، في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية لتطوير مساجد آل بيت الله في القاهرة وفي مصر عموماً. مشاهدينا الكرام، هذه الخطة الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة تأتي اعترافاً وإجلالاً وتكريماً بدور وقدسية أهل البيت رضوان الله عليهم. مشاهدينا الكرام، بالأمس استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والذي أتى ضيفاً عزيزاً إلى مصر. استقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحه وشاح النيل تقديراً وتأكيداً على العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وبين طائفة البهرة بالهند، والتي تدعم دائماً تطوير وإعادة إعمار بيوت آل الله، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاهرة وفي كل مكان، وأيضاً تثميناً لدورهم في المشروعات الخيرية التي يقومون بها. واليوم يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، من هنا من حي السيدة نفيسة، ثاني محطة في طريق آل البيت الذي يبدأ بمشهد زين العابدين وينتهي بمشهد السيدة زينب بنت علي رضوان الله عليهم جميعا. مشاهدينا الكرام، إذا الحديث عن كرامات أهل البيت كثير ومعجزاتهم تحدث عنها الكثيرون، ولكن زيارة مقامات أهل البيت لها من الروحانيات ما لها، تهفو إليها القلوب مستفيدة سواء في العسر أو اليسر. إلا أن مسجد السيدة نفيسة له مكانة خاصة في قلوب المصريين جميعا، يصبو إليها الكبير والصغير، محبونها من كل مكان يأتون إليها بحثا عن الراحة وبحثا عن الدعاء المستجاب. فمن يتعلق بالسيدة نفيسة حيا أو ميتا يدرك معنى هذا الكلام. فالكثيرون يشهدون يوم الجمعة من كل أسبوع الجنازات التي تؤكد على ارتباط المسلمون هنا في القاهرة بالسيدة نفيسة، وكأنهم يريدون أن يختموا حياتهم ويكون آخر
مشهد لهم في هذه الدنيا بجوار السيدة نفيسة. أقف وخلفي المسجد القديم الذي تم ترميمه وتطويره من قبل وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة، وبالداخل المقام الشريف، مقام السيدة نفيسة، نفيسة العلوم التي ولدت في مكة سنة 145 من الهجرة، وقدمت إلى مصر سنة 193 من الهجرة، واستمرت فيها حتى توارى جثمانها في تراب مصر سنة 208. مشهد السيدة نفيسة أو مسجد السيدة نفيسة يقع في حي السيدة نفيسة أو ضرب السباع، وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى مدينة الموتى في القاهرة. وبني المسجد لإحياء ذكرى السيدة نفيسة، وهي عالمة إسلامية معروفة تلقت العلم على يد الإمام مالك، وأخذ منها الإمام الشافعي الفتاوى والدعوات، والتي كانت محل تقدير من كل المصريين ومن كل العلماء، لذلك سميت نفيسة العلم، التي جلست وتربت ونشأت بجوار روضة النبي عليه الصلاة والسلام جدها. فعندما كان والدها الحسن الأنور والي على المدينة المنورة، أتى بها من مكة إلى المدينة، وكانت تجلس دوما بجوار روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بها والدها يوما ما إلى الروضة الشريفة، وألقى التحية على جده عليه الصلاة والسلام، طالبا منه أن يرضى عن السيدة نفيسة كما رضى أبوها عنها. فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام ليقول له أنه رضي عن السيدة نفيسة كما رضي عنها أباها، وأن الله قد رضي عن السيدة نفيسة كما رضي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع المسجد كما ذكرنا مشاهدينا في بداية الطريق المسمى طريق أهل البيت، حيث يصبح المشهد النفيسي هو المحطة الثانية في هذا الطريق بعد مشهد الإمام علي زين العابدين. وطريق أهل البيت هو طريق شهير يبدأ بمقام زين العابدين وينتهي بمقام السيدة زينب بنت علي، مروراً بالسيدة نفيسة والسيدة سكينة بنت الحسين والسيدة رقية بنت علي بن أبي طالب ومحمد بن جعفر الصادق والسيدة عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. تطوير المسجد يأتي في إطار الخطة التي تبنتها القيادة السياسية ووزارة الأوقاف لتطوير. شهدنا قبل عام افتتاح وإعادة افتتاح مشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وعندما افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بحضور السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة، الذي يدعم دائما مسائل أو إعادة إعمار بيوت آل البيت في مصر وتحديدا في القاهرة، وأيضا كان هناك بعض الأعمال التي تمت في محافظة بني سويف على سبيل المثال. هذه المنطقة شهدت أيضا تطوير بجوار هذا المسجد، هنا شارع الأشراف الذي يضم مشاهد عدة لعدد من أهل البيت والأولياء أولياء الله الصالحين. أيضا تم تطوير المنطقة المجاورة لمسجد السيدة نفيسة وتحديدا في حي السيدة نفيسة. والآن مشاهدينا وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رحاب مسجد السيدة نفيسة لافتتاحه بعد تطويره الذي استمر لمدة عام. وكما نوهنا مشاهدينا على تاريخ هذا المسجد العريق، مسجد السيدة نفيسة، يقال أن أول من بنى على قبرها هو عبد الله بن السري بن الحكم أمير مصر، وفي سنة 482 هجرية أمر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بتجديد الضريح، ثم أمر الخليفة الحافظ لدين الله بعدها بتجديد القبة. في سنة 714 من الهجرة أمر الناصر محمد بن قلاوون بإنشاء مسجد بجوار الضريح، ثم تم تجديد الضريح والمسجد معا بعد ذلك. جدير بالذكر أن ضريح السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، لم تنقطع عنه الزيارة منذ أكثر من 1200 عام، فمحبوها يطلبون منها دائما
راحة البال والطمأنينة والدعوة المستجابة كما كان في عهدها عندما كانت مقيمة في مصر. في سنة 1173 من الهجرة نشب حريق بالمسجد وأتلف قسم كبير منه، فأمر الخديوي عباس الثاني بإعادة بنائه. تعلو المسجد منارة تم بناؤها على الطراز المملوكي. نحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وهم الآن على باب مسجد السيدة نفيسة في طريقهم إلى البهو المؤدي إلى المسجد القديم للوصول إلى مقام السيدة نفيسة حفيدة رسول الله التي يأتي إليها المشتاقون من كل مكان، فنفوس محبيها إذا ضاقت طاقت إلى الزيارة واشتاقت. مشاهدينا الكرام، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند إلى مقر مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه الكرام يؤدون ركعتين في محراب المسجد القديم، مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم بنت حسن ابن زيد ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم تجديد هذا المسجد القديم ضمن خطة تطوير لمساجد آل بيت الله في القاهرة وفي مصر عموما، تقديرا لمكانتهم التي يقدرها المصريون جميعا والمسلمون في كل أنحاء الأرض. مصر بلد احتضنت أولياء الله الصالحين وآل البيت، فعندما قدمت السيدة نفيسة رضي الله عنها إلى مصر سنة 193 من الهجرة تنشر العلم بين المصريين أحبوها وأحبتهم، ولها من الكرامات ما لها. يمكنك أن تسأل أي مصري تشتاق نفسه إلى ركعتين في رحاب السيدة نفيسة،
وزيارة مقامها الكريم الشريف. عليه أن يأتي ويشهد بنفسه راحة البال وطمأنينة النفس بمجرد دخوله إلى ساحة مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم التي نشأت وتربت في روضة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ولا يخفى على أحد، والروايات كثر عند وفاتها عندما أراد زوجها أن يدفنها في البقيع بجوار جدها عليه الصلاة والسلام، وهنا انتفض المصريون حبا للسيدة نفيسة ولآل بيت الله الكرام، حتى استقر الرأي، رأي زوجها إسحاق، لدفنها في مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك عبادك الصالحين. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، أصحاب المعالي والجم الكريم، إنني في هذا المحل الشريف في هذه البلدة الطيبة مصر المعمورة ببركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وببركات أهل بيته الكرام عليهم السلام، أشكر جمهورية مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها العزيزة وشعبها الكريم على أن سمحت لي ببناء هذا الزريع على مقام سيدتنا السويسة رضوان الله عليها المعروفة بنفيسة العلم، وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والحلم والإيمان، والمتشرفة بشرف القرآن، والمنتمية إلى الإمام الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة. وأسأل الله تعالى بحرمة جده النبي المصطفى سيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة التي لا تساوي شيئا في جنب إفضالهم على الأمة الإسلامية بل على البشرية كلها. كما أدعو الله تعالى أن ينعم على فخامتكم بالصحة والعافية، وينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الوئام والسلام والاستقرار والازدهار. أكرر شكري لكم يا فخامة الرئيس على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون، مكتسبين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا. كما أشكر فخامتكم على أن منحتموني هذه الفرصة السعيدة لأن أشارككم في مسرة هذا الافتتاح السعيد. كما أعبر عن سعادتي وامتناني لقيام فخامتكم بمنهي بشاه النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تأكيد الروابط التاريخية ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمعنا بمصر العزيزة على مدار أعوام عديدة في خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنني أقدر جهود أجهزة الدولة المتعددة وبالخصوص جهود وزارة الأوقاف وكذلك جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تسعى تحت توجيهاتكم السامية لإمارة بيوت الله وعمران بلاد الله وصلاح عباد الله. جزاكم الله خيرا فخيرا، ويحفظ الله مصر وأهل مصر في ظل حياة كريمة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة السلطان، برحب بيك، برحب بيكم أهلا وسهلا، برحب بيكم. واسمحوا لي بالمناسبة الجميلة ديت، افتتاح التجديد اللي اتعمل في مسجد سيدة نفيسة وفي المقام الكريم، وده الحقيقة أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين، والنهاردة في سيدة نفيسة، واحنا متحركين ايضا في ان احنا نكون انجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الاجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هنا. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية، عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها. لكن النهاردة تحديدا موجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين ليه، بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وايضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. مرة ثانية برحب بيك وبشكرك دايما، وسعيد دايما ان انا التقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وباسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى اقول ان احنا في مصر، يعني طائفة البحر اللي موجودين هم عايشين وسط اهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير، واتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بوسط الشعب المصري. يعني مرة تانية برحب بيك، وسعداء جدا ان احنا اليوم الكريم ده والجميل ده ان احنا موجودين هنا في مقام كريم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يفيق علينا وعلى مصر بالخير والبركة ويعيننا على كل طيب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يديك الصحة. عافية جدا كانت فروسة. اللي سيادتك عملته احنا ولا شيء. لا احنا ما عملناش حاجة. يا رب يتقبل اسمع. شكر لي. شكر. ودي ايضا هدية الحمد. أنا مكتوب.
السيدة نفيسة هنا مكتوب آية قرآنية جميلة فردنا كل هذا ممتاز. نفس الكلام اللي اتعمل في مسجد مولانا الحسين اتعمل هنا اتعمل في السيدة زينب واحنا أضرحت كل زي ما ذكرت لجلالتك بالأمس نعمل كل حتى لكل الصحابة في برنامج كامل لهذا سيدنا الصحابة دي نسأل الله أن يكون أفضل اهتمام شيء كثير يا شمال مرض الزينة النبي قريبا تحصل مولا مقصورة جاهزة بتحصل الزينة أول ما إن شاء الله إن شاء الله تشرف يعني لا ده احنا اللي متشرفين ومتشكرين عملنا شيء بسيط وانت مش انت اللي شرفت لنا على احنا عطيه شرف لهم صحيح Thank you.
تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا هذا الافتتاح لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بعد انتهاء أعمال التطوير اللي استمرت لمدة عام. ويمكن في الحقيقة المسجد الآن يفتح أبوابه أمام المصلين بعد غلق استمر لمدة 3 أشهر. يمكن أنا واحد من الناس اللي كانت آخر مرة صليت في المسجد كان في رمضان وبعدها تم إغلاقه. النهاردة المسجد بيعود في حلته، بيعود بالشكل اللي بيليق بمكانة هذا المسجد تحديدا في نفوس كل المصلين. مسجد كل بيذهب ليه بحثا عن مبتغى، من يذهب للراحة والطمأنينة والدعاء. ويمكن زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن هذا المسجد إعادة تطويره بيجي ضمن يعني خطة شاملة لتطوير مساجد آل البيت تحديدا، وده يمكن بيجي في إطار أيضا الخطة المدرجة لتطوير القاهرة التاريخية. بدأ هذا التطوير بمسجد سيدنا الحسين، يمكن شفنا الافتتاح بتاعه في رمضان قبل الماضي، وكان أيضا بحضور رئيس طائفة البهرة السلطان مفضل سيف الدين. في الحقيقة وجود السلطان مفضل سيف الدين لأن مصر تعطي لكل شخص حقه، وزي ما شفنا شكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة بالهند تقديرا لجهوده يعني في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد أيضا من المساجد الأخرى، فضلا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة اللي بتقوم بها طائفة البهرة هذه الطائفة الهندية في مصر. بنتكلم على مسجد ليه مكانة خاصة في قلوب كل المصريين، بنتكلم على مسجد الكل بيبحث ليه، وهنا مش بتكلم في كل المصريين لأن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هو مسجد بيأتي له الجميع من كل حد وصوب، بيجوا بحثا عن الدعاء المستجاب، بيجوا بحثا عن الراحة والطمأنينة. في الحقيقة الصورة المبهرة اللي شفناها النهاردة دي هي صورة يعني مشرفة، صورة تليق بمصر الجمهورية الجديدة التي تبني كل ما هو جديد وتعيد التراث لكل ما له أثر ومكانة كبيرة في نفوس كل المصريين. مصر بتهتم بمساجد آل البيت تقديرا وعرفانا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتكريما أيضا لهم. ويمكن شفنا هذه الجولة التفقدية اللي بنتابعها دلوقتي اللي حصلت منذ دقائق معدودة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي كان في استقباله دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومختار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بالإضافة إلى رئيس طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين اللي كان في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وألقى كلمة السلطان مفضل كلمة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لجهوده في إعادة إحياء مساجد آل البيت مرة أخرى. ويمكن بنتكلم على مساجد زي ما قلنا بدأت بإعادة تطوير ويعني رفع كفاءة وإعادة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه إلى حلته وإلى مكانته التي تليق بيعني المصريين وتليق أيضا بيعني هذا المسجد يعني اللي ليه مكانة كبيرة قوي في كل نفوس المصريين في رمضان قبل الماضي، ومرورا بإعادة أيضا تطوير مسجد السيدة زينب اللي هيتم افتتاحه قريبا زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم افتتاح مسجد آخر بعد تطويره وهو مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها نفيسة العلم والعلوم. نتحدث عن السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة اللي تلقت العلم على يد الإمام مالك تحديدا وأخذ منها الإمام الشافعي الفتاوى في أمور كثيرة. نتحدث عن مسجد مرة أخرى يمكن من خلال متابعتنا لهذا الافتتاح في حقيقة الأمر النفس تشتاق إلى زيارة وتشتاق إلى صلاة وتشتاق إلى دعاء مستجاب في هذا المسجد اللي ليه مكانة كبيرة قوي في كل نفوس المصريين ولدى كل المصريين تحديدا. بالمناسبة المسجد هيكون مفتوح أبوابه أمام المصريين يوم الجمعة في صلاة الجمعة ليعني الذهاب إليه مرة أخرى والدعاء ويعني
الدعاء المستجاب زي ما بنقول، مسجد مهم، مسجد ليه اثر كبير جدا في قلوب كل المصريين. السيد الرئيس اكد ان هذا المسجد هو جزء من كل بيتم عمله في منطقه القاهره التاريخيه، وان المسيره لن تتوقف، وهيتم رفع كفاه كل مساجد آل البيت، وان الرحله مستمره. وزي ما شفنا الاهتمام بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وأيضا تطوير عدد من المساجد الأخرى اللي يمكن أبرزها بنتكلم على مساجد زي السيدة فاطمة النبوية، السيدة رقية، السيدة سكينة، أيضا السيدة حورية في بني سويف، والسيدة زينب، واليوم كما تابعنا افتتاح مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم والعلوم، بعد رفع كفاءته وتطويره مرة أخرى كي يكون جاهز ومفتوح أبوابه أمام المصلين مرة أخرى بدءا من يوم الجمعة القادمة. على أي حال مشاهدينا، يمكن يعني ده خبر مفرح النهاردة، وفي الحقيقة يعني ربنا يجازي كل من ساهم في تطوير هذا المسجد، يجازيهم خير. ويعني شكرا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا أيضا رئيس طائفة البهرة على هذا، أو البهرة على هذا الدور الكبير في إعادة يعني رفع كفاءة هذه المساجد وإعادتها إلى حلتها التي تستحقها لما لها من أثر كبير في نفوس كل المصريين. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا في صباح الخير يا مصر، المتواصلة معاكم حتى 10 صباحا. انتظروا. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما اتكلمنا معاكم في بداية الحلقة عن التغيرات المناخية والأجواء الحارة وأيضا الارتفاع في درجات الحرارة اللي موجودة في معظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم، وتابعنا التصريحات الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اللي قال فيها اللي احنا تحولنا من الاحتباس الحراري إلى الغليان الحراري تحديدا. ايه هو ده وايه المقصود بيه وايه ايضا المطلوب مننا علشان خاطر نحاول ان احنا نقلل من حدة هذه التغيرات، ونحاول ان احنا ما نأثرش على الامن الغذائي، ما نأثرش على المياه، لان ارتفاع درجات الحرارة زي ما قلنا ليه انعكاسات وانعكاسات كبيرة جدا ان لم نقوم بالتصدي له في الوقت الحالي، اعتقد قدام هيكون في خطر موجود. النهاردة بندق ناقوس الخطر اللي قد يأتي لا قدر الله في حالة عدم الالتفاف والتكاتف الدولي والتكاتف الدولي والدور المجتمعي لكل شخص في هذه الظاهرة. ده هنتعرف عليه بالتفصيل من خلال ضيفنا الكريم الدكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. أهلا بك يا فندم. صباح النور. صباح الخير على المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني يمكن كان في تصريحات صادمة بعض الشيء لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بفكرة التحول من الاحتباس الحراري للغليان. بالضبط. وكده في الغلاية خلاص وحاسين بده. ده كان إيه المقصود بيه؟ التصريح قاله في ضوء ما مر به العالم في أكتر ارتفاع لدرجة حرارة الأرض كان في شهر 7 الماضي. نعم. يمكن على الإطلاق، لأنه تزامن عدة عوامل مع بعض هي اللي أدت إلى هذا الارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم، وزادت درجات الحرارة بشكل كبير جدا. عندنا أكتر من حالة. أول حاجة القبة الحرارية التي حدثت في على الدول العربية وبعض المناطق من وجود ارتفاع جوي أدى إلى عدم يعني انعكاس الحرارة إلى خارج الكرة الأرضية، فارتدت مرة تانية إلى سطح الأرض، فطبعا زود درجات الحرارة على مستوى المنطقة العربية بالذات وعلى مناطق من العالم. دي أول نقطة. النقطة الثانية، يعني الحقيقة إحنا السيناريوهات كانت بتقول إن إحنا لسه قدامنا شوية على ما نوصل لدرجة ونص. صحيح. زيادة على درجات الحرارة. الفترة الأخيرة زادت الوتيرة، كنا كمان عاوزين نحافظ على الدرجة ونص. يعني ما نعديهاش. ما نعديهاش. الموضوع هل تفاقم بسرعة؟ بالظبط. الأمر بقى يعني زاد بسرعة كبيرة جدا، لدرجة إن إحنا بقينا بالفعل على أعتاب زيادة درجة ونص عن 1860، وده السيناريو اللي إحنا يعني ما كانش حد يعني يتوقعه قوي، كان لسه قدامنا شوية على ما نوصل للدرجة ونص. فحضرتك لما بنتكلم النهاردة زيادة على مستوى الأرض درجة ونص مع قبة حرارية مع بداية ظاهرة
بنسميها ظاهرة النينو اللي بتظهر في العالم من 4 إلى 7 سنوات ابتدت تظهر، وهيكون يعني التعاظم بتاعها في شهر ديسمبر القادم، ثم تعود لتنحصر في شهر ابريل القادم. يعني شهر ديسمبر هيبقى التعاظم أو يعني بقى وصلنا للذروة زي ما بيتقال، هنوصل لهذه الظاهرة للذروة في شهر ديسمبر القادم، بس مش في درجات الحرارة. في التداعيات اللي عاوزين نطمن عليها مش في درجات الحرارة، يعني مش هنشوف من هنا لديسمبر ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. لا، هو في ارتفاع بس مش هيبقى التعاظم كله في شهر ديسمبر. الظاهرة كلها من سيول، من أمطار، من تداعيات كبيرة على مستوى العالم، هو ده اللي احنا هنشوفه بداية من شهر. ده دكتور اللي احنا بنتكلم فيه، يمكن أنا كنت موجود في روسيا يعني ساعة القمة الروسية الإفريقية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وروسيا المعروف عنها إن هي دايما بتكون تلج. كان في حاجة برضو غريبة من ظواهر التغيرات المناخية، يعني كان الصبح مطر شديد جدا وبالليل تلاقي الدنيا، الليل ده عندهم هو الساعة يعني الدنيا ما بتليلش غير ساعتين. أيوة بالظبط. فتلاقي مجرد مثلا ما تيجي الساعة 3 تلاقي الشمس طلعت، بالليل ترجع مطر تاني. فهل دي التغيرات المناخية اللي بتصيب كل دول العالم فعلا؟ بالظبط، هي دي. يعني مش فكرة ارتفاع ارتفاع وانخفاض، فكرة تقلبات مستمرة في اليوم الواحد. تقلبات مستمرة مع وجود أمطار وسيول. احنا يمكن شفنا امبارح أول امبارح كان في أمطار وسيول في بكين في الصين، وبالتالي مش نعم. يعني كل العالم في أمريكا في الحرائق وغيرها، كل دي تداعيات لهذه الظاهرة المخيفة. يعني ابتدينا نقول دلوقتي بقت مخيفة، يمكن كنا بنحذر منها، بنقول يعني احنا السيناريو قدامنا لسه شوية، لكن هذه الظاهرة أصبحت بالفعل مخيفة على مستوى العالم. وإن لم تتحرك الدول لاتخاذ إجراءات تنفيذية بالفعل على أرض الواقع، ممكن نشوف يعني الحمد لله احنا في مصر يعني الدنيا بس حاسين بشوية حر زيادة، لكن الحمد لله ما عندناش فيضانات، ما عندناش سيول، ونتمنى طبعا ان ده ما يتمش علينا في مصر، لكن احنا شايفين التداعيات كلها على مستوى العالم. نعم. طيب حضرتك قلت ان لم يتم اتخاذ الاجراءات التنفيذيه، والاجراءات التنفيذيه هنا دي مقصود بها ايه؟ يعني ايه البروتوتايب او الاجراءات اللي انا لازم امشي عليها كده خطوات علشان اقدر احد من ده؟ هل هي مخرجات قمم المناخ اللي كان اخرها كوب 27 في مصر هنا، او اتفاقيه باريس، ولا ايه هي الخطوات التنفيذيه اللي مطلوبه فعليا والتحرك فيها بشكل جاد؟ هو المفروض ان احنا اي كوب كان بيحصل بيطلع له توصيات، المفروض ان الدول تلتزم بهذه التوصيات. كوب 27 الحقيقه طلع عدد من التوصيات، اهمها بالاضافه الى صندوق الخسائر والاضرار اللي يمكن كل الناس بقت عارفه انه هيبقى فيه الدول هتدفع للدول المتضرره من الدول المتقدمة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية المهمة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان بشكل يعني فوري، وإن لم يحدث هذا السيناريو ستظل درجات الحرارة على ارتفاع. دي النقطة المهمة، لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الانبعاثات. طول ما الانبعاثات في زيادة، وده اللي حصل، انه احنا ليه زدنا بسرعة وصلنا لدرجة ونص؟ لان الانبعاثات للأسف بتزيد مش بتقل. وفكرة تحول بعض الدول المتقدمة لاستخدام الوقود مرة تانية الأحفوري. بالظبط. فهو ده اللي أثر بالشكل الملحوظ، وده يمكن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات. التداعيات السياسية اللي في العالم، ابتدت دول تانية بعد ما كانت وقفت استخدام الفحم ابتدت تستخدم الفحم مرة أخرى، وبالتالي لابد من الوقف واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الشمس، طاقة الرياح، طاقة الهيدروجين الأخضر. بس المهم العلم يبحث لنا عن هو ليه العالم مش عاوز يستخدم ده دلوقتي أو بيستخدمه على استهلاك، لأنه التكلفة دلوقتي اقتصادياته مكلفة. وبالتالي لابد إن احنا نوصل بسرعة إلى تقنيات حديثة تحسن لنا الاقتصاديات بتاعت استخدام هذه الطاقة الجديدة والمتجددة. نعم. وبالتالي هو ده السيناريو الأساسي اللي لابد بدونه لن تحدث تعديلات أو تغييرات في درجات الحرارة، بل ممكن أن تزيد عن هذا. وده لما دعا الأمين العام للأمم المتحدة يقولك إحنا دخلنا، كنا بنتكلم على الاحتباس، بنتكلم على الغليان بقى، يعني الدنيا هتزيد أكتر وأكتر، والصعوبة هتزيد أكتر وأكتر، وعلى الناس كلها مش على مكان واحد. حتى لو الدول دكتور عبد المسيح، عشان نكون برضو أكثر تقريبا للمشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي، فكرة التحول من الاحتباس للغليان، هل تأثيره هيكون في ارتفاع درجات حرارة فقط، ولا ازاي هيتفاقم الامر وهينعكس على المواطن ازاي؟ لا، ما هو ارتفاع درجات الحراره ده بينعكس على المواطن،
يعني أنا مثلا ممكن جدا المواطن تيجي له حاجة بيسموها الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، ممكن جدا وأنا مش في الشمس لو أنا مش مستحمل درجات الحرارة، ممكن وأنا في البيت بالمناسبة يعني صحيح. لو متعرض درجات حرارة عالية ممكن جدا في غدة في المخ بيسموها الهيبوثالاموس، الغدة دي بتفرز العرق. العرق ده ميكانيزم مهم جدا دفاعي، لما الإنسان بيتعرض لدرجات الحرارة بيخرج العرق. العرق ده لما بيطلع بيسحب معاه الحرارة الزيادة، وبالتالي لو الغدة دي وقفت نتيجة إن الحرارة موجودة والحرارة زايدة الميكانيزم العرق هيقف، وبالتالي تظل الحرارة كامنة داخل الإنسان بس. وطبعا ممكن يتعرض لنوبات خطيرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة. وبالتالي عشان كده يعني بنتحول من الاحتباس الحراري لاحتباس حرارة داخل جسم داخل الإنسان. الإنسان يعني نعم. بالظبط كده. عشان كده بننصح الناس إن هي ما تتعرضش للحرارة بشكل مباشر، وإذا حست بهذا يعني على طول تاخد شاور مية ساقعة علشان تشغل طيب. الهيبوثالاموس عشان يرجع يشتغل ميكانيزم العرق. طيب ده واحد طبي. دي تأثير طبي دي الحاجة طبعا أو صحي يعني هو انعكس عليا صحي تمام. طيب الحاجة انعكس في الإنجاز في الإنجاز الأعمال. أنا النهاردة عشان أشتغل لازم ليا جو كويس، فالنهاردة في درجات الحرارة زيادة بيقل إنجاز الأعمال. كل الأعمال اللي موجودة حضرتك بتشوف يعني أتليست الأعمال الحرفية لو في درجة حرارة عالية جدا الرجل الحرفي اللي بيشتغل هيشتغل ازاي في درجات الحراره عاليه، وبالتالي هيقل الانجاز وانجاز الاعمال، معدلات الانتاج بقت اقل، وبالتالي هيقل الانتاج بشكل كبير جدا، ونحن في يعني امس الحاجه الى زياده الانتاج. انا يهمنا نطمن على حاجتين اكتر حاجتين، لان يمكن احنا دايما كانت التكهنات بتقول ان الحروب القادمه هي حروب مياه، هي حروب غذاء. يهمنا نطمن على الغذاء، الامن الغذائي وايضا الموارد المائيه، لان احنا شفنا جفاف في عدد كبيره من الانهار في اوروبا. تمام. الامن الغذائي حاجتين، انتاجيه زياده وناس قادره على شراء، دول مهمين جدا في الامن الغذائي. طيب مع زياده درجات الحراره متوقع ايه؟ متوقع انه الانتاج الغذائي في العالم يقل، المحاصيل هتتراوح ما بين 5 الى 30%، يعني القمح يقل من 9 ل 18%، الأرز يقل بنسبة 11%، القصب السكر يقل ب 20%، وبالتالي الطماطم وهكذا كل المحاصيل تقل. المحصول الوحيد اللي ممكن يزيد هو محصول القطن، يزيد بنسبة 17%، عشان محتاج حرارة. لأنه محتاج حرارة عالية. أما بقية المحاصيل اللي احنا بنعيش عليها هتبتدي إيه؟ هتبتدي تقل. وعشان كده لو حضرتك تلاحظ إن الهند يعني أصدرت تصريح منذ عدة أيام قالت احنا مش هنصدر الأرز الى الدول الاخرى. ليه مش هنصدر؟ ما احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. صحيح. وبالتالي كل واحد بيحاول يعمل اكتفاء ذاتي بالظبط، فبيحتاج ميه، فممكن يحصل جفاف في اسيا هي ما تعرفش. طب احنا اتكلمنا على دور دولي، وحضرتك قلت ضروره الزام الدول باللي هي تكون موجوده او تقف قدام التزاماتها وتلبي التزاماتها اللي قالتها في مخرجات كوب كلها علشان نحافظ على ده. طيب مطلوب مننا كفرد ايه عشان ما بقاش جزء برضو من هذه الانبعاثات الكربونية؟ مطلوب مني فرد بقى ارشد في كل الامور. الترشيد هو ده الحل السليم، يعني ارشد في استخدام الغذاء، ارشد في استخدام الطاقة. ما هو كل ده حضرتك لما بتشغل النور في البيت كله ده بيسحب كهرباء. بيسحب كهرباء ليه؟ لان كهرباء دي بتيجي من تربين بيشتغل بالوقود الاحفوري. طول ما انا شغال بالكهرباء كل ما يعني بستخدم وقود احفوري كل ما اطلع ثاني اكسيد الكربون. يبقى اذا انا كمواطن يجب ان ارشد في استخدام الكهرباء، يجب ان انا ارشد في استخدام الغذاء، ودي نقطه مهمه جدا. يعني احنا ليه بنرمي ساعات اكل قد يكون مفيد؟ يعني دول العالم ما بترميش اكل، وبالتالي انا كمواطن يجب ان انا احافظ على هذا الغذاء، يعني للتداعيات التي يمكن ان تحدث في هذا الامر. مصر طبعا عاملة جهود كبيرة جدا في مجال تغير المناخ، عظيمة جدا، ويمكن لو سردناها ناخد حلقتين ثلاثة. نتحول دلوقتي بالفعل لفكرة الهيدروجين الأخضر، وشفنا الاتفاقيات الكتيرة اللي وقعت على هامش نقاط قمة كوب 27، وشفنا اجتماعات تنفيذية كانت بمتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، والمحطات اللي بتعملها مصر بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة. وأعتقد كل ده بيأكد اللي احنا يمكن أقل يعني تصديرا أو انبعاثا للكربون، لكننا محافظين بالزبط على هذا. احنا بنشكر 6 من 10 انبعاثاتنا، لكن أكتر ناس محافظين على فعلا. مصر خدت يعني مجال متقدم جدا في يعني معالجة المناخ، وهو ده يعني المناخ. احنا هنا بنتكلم في الدور المجتمعي والدور العالمي والتزاماتنا تجاه العالم والدول الأخرى،
وهو ده دايما النهج المصري والدبلوماسيه المصريه الاعلاميه اللي احنا ما بنتعداش يعني او لا نتخطى بالزبط. حقوق بالزبط. الدول الصديقه الدول المجاوره ودول العالم ايضا لان كلنا على كره ارضيه واحده بالزبط. لابد ان نحافظ عليها. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عبد المسيح سمعان الاستاذ بكليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس. نورتنا يا فندم. شكرا. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع دينا شرف. اتفضل يا دينا. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة. وخلال كلمته أعرب الرئيس السيسي عن شكره طائفة البهرة على مساهمتها في تطوير أضرحة آل البيت، مشيرا إلى أن تطوير أضرحة آل البيت جزء من خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية. وأضاف أن أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة شملت المسجد والضريح والمنطقة المحيطة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا خلال الاتصال الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات. كما تناول الاتصال بحث سبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في السودان وبمنطقة حوض النيل. تواصل اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها خلال الجلسات العامة بهدف صياغة التوصيات النهائية قبل عرضها على مجلس الأمناء. وتعقد اليوم جلستان متخصصتان ضمن لجنة التعليم ولجنة القضية السكانية ضمن المحور المجتمعي. أعرب المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بقرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا. وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات التي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة. وأبدى رشوان تطلع مجلس الأمناء إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية بصدور المزيد من هذه القرارات. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس، حيث كان في استقباله وزير الخارجية التونسي نبيل عمار. ويشارك وزير الخارجية في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية. ومن المقرر أن يجري شكري مباحثة تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار اجتماعات الدورة 15 للجنة التشاور السياسي بين البلدين. ومن المقرر أيضا أن يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الوزير شكري، حيث سينقل له رسالة شفهية من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. أكد البيان الختامي الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع أطراف الأزمة لتحديد وقف دائم لإطلاق النار. ورحب البيان الختامي بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة ودعوة البلدان والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم هذه الخطة، مشيرين إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا.
وأوضح البيان الختامي أن لجنة وزراء الخارجية وضعت خطة عمل ستعرض على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها بشأن الأزمة في السودان، وتنقسم خطة العمل إلى 3 أجزاء، وهي الحصول على وقف نهائي لإطلاق النار، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية. يعقد قادة المجموعة الاقتصادية للدول غرب إفريقيا إكواس اجتماعا جديدا الخميس المقبل لبحث الوضع في النيجر. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه كل من دولتي مالي وبوركينا فاسو إرسال وفد رسمي مشترك إلى النيجر للتعبير عن التضامن ودعم المجلس العسكري. أعلنت كييف أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون انتصارا لروسيا، واعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي ونهاية النظام الأمني العالمي القائم، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفوضية في ظل الوضع الراهن الذي يجب تغييره في ميدان القتال. اختتمت فعاليات ملتقى تطوير المناهج رؤى وتجارب الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسف. وأكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته الختامية تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم 2024-2025، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. في الحقيقة أي متخذ قرار عشان يقدر ياخد قراره لابد أن تتوفر له عدد من المعلومات، ويا حبذا هذه المعلومات أن تكون مدعمة بالأرقام الصحيحة والإحصائيات الصحيحة. عشان كده امبارح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر في نسخته السنوية من كتيب مصر في أرقام. الكتاب ده بيتضمن أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصائيات الديموغرافية اللي يمكن بتغطي إحصائيات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات وأيضا الزواج والطلاق وغيرها من الإحصائيات المتعلقة بالصحة والاقتصاد والقطاع الزراعي. وفي الحقيقة الكتاب ده بيعتبر كنز لأي متخذ قرار لما له من معلومات كثيرة موجودة فيه. خلونا نفند هذه الأرقام ونعرف تفاصيلها ودلالتها من ضيفنا الكريم الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء. ضيفنا الكريم في الاستوديو، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا دكتور. عاوزين نعرف إيه اللي بيتضمنه كتيب مصر في أرقام في نسخته الحالية. هو الكتيب في إطار مسؤولية الجهاز عن الإحصاءات الرسمية بيتضمن مؤشرات زي ما حضرتك قلت عن كل الأبعاد المختلفة للأبعاد الديموغرافية والاجتماعية، الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد البيئية، اللي هم الثلاث جوانب الأساسية للتنمية المستدامة. يعني لو بصينا كده بشكل سريع هنلاقي بيغطي السكان، بيغطي الإحصاءات الحيوية، العمل، الزراعة، الصناعة والبترول، الإسكان، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد، التجارة الخارجية، الأرقام القياسية، الدخل والإنفاق والاستهلاك، التعليم، البحث العلمي، الصحة، السياحة، الثقافة والإعلام، الخدمات الاجتماعية، البيئة والموارد المائية. يعني زي ما احنا حضرتك شايف كده أقف عند جزء يمكن يهمنا أنا تحديدا، إحصائيات الثقافة والإعلام. أيوة. أخبارها إيه تحديدا في هذا العام؟ لا هو طبعا بيعرض بقى الدور يعني بيانات تفصيلية عن الوحدات الثقافية المختلفة وتوزيعها على المحافظات. يعني يمكن أهم حاجة في الكتاب ده أيضا أنه لا يتوقف عند المستوى المركزي المستوى الإجمالي، ولكنه بيتعرض للتوزيع على مستوى المحافظات وبحسب النوع. فيها تغير
يمكن احنا بنشوف شغل حياة كريمة على الأرض وشايفين مراكز كتيرة واهتمامهم تحديدا بملف الثقافة، وشايفين وجود كبير لوزارة الثقافة يمكن لافت للنظر خلال العام الماضي. هل الإحصائيات بتاعته مؤشراتها تغيرت في هذا الكتيب؟ وطبعا مؤشراتها تغيرت بشكل خاصة في الجهات اللي تم فيها العمل. تعرف حياة كريمة مش بيبدأ على مراحل، فالمرحلة الأولى غطت بعض المحافظات، المرحلة الثانية بتغطي محافظات أخرى، وهكذا إلى أن ننتهي من كل المحافظات. وبالتالي التغير بينعكس في المحافظات اللي تم العمل فيها. إيه أبرز المحافظات اللي حضرتك شايفها، الملاحظات اللي حضرتك شايفها في كتيب السنة دي؟ لا، هو الملاحظات عموما بتعكس وضع مختلف في المجالات المختلفة. يعني لو خدنا مثلا موضوع السكان باعتباره أحد الموضوعات الهامة جدا في هذا المجال، هنلاقي أنه بيقول لنا مثلا التغير اللي حصل في السكان. مثلا لو بصينا لسنة 2021 مثلا و23 مثلا، هنلاقي أنه عدد السكان في 1/1/23 وصل إلى 104,462,000. طبعا احنا لو بصينا للسكان النهارده بقى، ده الكلام ده في 1/1، هنلاقي ان احنا حسب الساعه السكانيه وصلنا الى 105.3 مليون. قبل ما حضرتك تدخل الاستوديو بالظبط، قبل ما ادخل على طول 105.3 مليون. لو قارنا هذا الرقم بتعداد 2017، هلاقي ان انا فيما يقل عن 7 سنين زدت حوالي 10.5 مليون. ده رقم كبير، يعني رقم كبير جدا. ده يمثل حوالي 3 دول أوروبية كده صغيرة. صحيح. أو 5 دول صغيرة من دول مختلفة. يعني معناها أنه ما زلنا في مرحلة زيادة كبيرة جدا. وأعتقد هنا ده بيدي مؤشر لمتخذ القرار تحديدا في عملية التنمية اللي موجودة، لأن أنا علشان الشخص نصيبه في التنمية يحس بيه ويبقى محسوس، لابد أن تكون مؤشر نمو أو ارتفاع التنمية اللي بتحصل بيكون مساوي أو أزيد من معدلات الزيادة السكانية. لا، ده لازم يكون 3 أضعاف على الأقل، 3 أضعاف معدل النمو الزيادة في السكان. يعني أنا عشان أحافظ على مستوى المعيشة أو أضمن أنه الناس تبتدي تحس بعوائد التنمية، لابد أن أنا أعمل معدل نمو اقتصادي على الأقل 3 أضعاف معدل النمو السكاني، ويستمر لفترة. يعني مش أعمله سنة وأخلص، لا، لازم يستمر لفترة. التنمية المستدامة دي اللي احنا بنتكلم عنها، ده التنمية المستدامة عشان نقدر الناس تحس بيها. لكن أيضا بالإضافة لكده، أنا برضو عايز أشير لنقطة مهمة جدا، أنه احنا دايما كنا بنتكلم على أنه المساحة المأهولة من مصر 7%. احنا مليون كيلومتر، احنا عندنا ظهير صحراوي وعندنا مدن جديده. أيوة. مساحه اخبارها ايه دلوقتي بالظبط؟ فاحنا النهارده حسب بيانات الجهاز بالاتفاق مع هيئه التخطيط العمراني، لقينا ان احنا وصلنا الى 10.5% من مساحه مصر. مش بس كده، لو استكملت زياده 3.5%، لا، لو استكملت كمان كل مشروعات التنميه اللي بيجري تنفيذها حاليا، احنا هنوصل الى ما يقارب 14%. ضعف المساحه، 13.7 اللي هو بالظبط زي ما حضرتك ضعف المساحه اللي موجوده، ضعف المساحه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ودي ظاهره ايجابيه جدا بين حضرتك. لو شفت التوسع العمراني اللي بيحصل، التوسع في المناطق الصناعيه و المشروعات اللي بتتم، كل دي بتعكس انتشار، لانه احد ابعاد المشكله السكانيه. دكتور، في فكره زياده الرقعة المزروعه وزياده المساحه السكانيه كمان اللي موجوده، حضرتك بتقول احنا وصلنا دلوقتي بمعدلات 3.5% زياده عن 7%. بالظبط. لكن يهمني، هل الكتيب رصد نسبه بقى فكره تعمير هذه المناطق بالاهالي؟ لان احنا زي ما احنا عارفين ان الدوله شغاله بخطه استراتيجيه واضحه، فكره انا ما بعملش مثلا مشروع او مصنع الا لازم يكون هو متكامل بمدرسه، بجامعه، ب يعني بنتكلم على كومباوند او مجتمع سكني ايضا، علشان اقدر ان انا اشجع الناس اللي هي تذهب الى هذه المساحات الجديده. فده تم رصده؟ ده تم فعلا. وبالتالي باينه كمان في المحافظات. يعني لو خدنا المساحه المأهوله في كل محافظه، هنلاقيها بتزيد بشكل واضح. ده معناها انه المشروعات اللي بتتم مش بس في المناطق المركزيه، انما منتشره على مستوى الجمهوريه. وزي ما قلت لحضرتك، احنا هنوصل لمضاعفه المساحه عندما تكتمل كل المشروعات التنمويه اللي بيجري تنفيذها حاليا. طبعا ده تطور مهول جدا، لان احنا فضلنا لفتره طويله جدا
على المساحة السنوات عايشين على نفس المساحة في زيادة متفاقمة في عدد السكان وهي هي نفس بالزبط. المساحة فده اللي كان بيعمل تكدس واختناقات وكان بينعكس كمان على مستوى حياة المواطن بشكل عام ودي كانت أحد أبعاد المشكلة السكانية. احنا دايما بنتكلم على المشكلة السكانية ان ليها ثلاث أبعاد نمو سكاني متسارع تكدس سكاني واختلال في التوزيع السكان ثم البعد الثالث اللي هو الخصائص السكانية. الحقيقة الدولة كان بيعدي لوجود العشوائيات بالضبط. الدولة في تحركها بتعالج الثلاث أبعاد في نفس الوقت يعني بمعنى أن احنا بنحاول نقلل أو نبطئ التسارع السكاني بشكل كبير وده واضح النهاردة. احنا بعد ما كان معدل الزيادة الطبيعية خلال الفترة اللي فاتت بيصل إلى حوالي 2.5% النهاردة وصلنا معدل الزيادة الطبيعية بقى 1.6%. يعني إذن في تقدم في البعد الأولاني. بالنسبة لاختلال التوزيع السكاني زي ما حضرتك قلنا دلوقتي احنا انتقلنا من 7 إلى 10.5 وحننتقل إلى ما يقرب من حوالي 14% وبالتالي ضعفنا المساحة المأهولة. البعد الثالث أعتقد أنه الدولة بتشتغل على الخصائص بشكل واضح جدا، التعليم والصحة بالذات وزي ما حضرتك قلت والثقافة البعد الثقافي كل دي معناها ان احنا هدفها النهائي هو الارتقاء بالخصائص السكانية وبالتالي الارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع بشكل عام. دايما ما يعني للأسف من المتربصين بتطال الدولة اتهامات عديدة من التعليم والصحة وأن الدولة حينما تنفق على حجر ولا تنفق على التعليم والصحة وهي جانب أساسي وركيزة أساسية في بناء الإنسان. ونحن نعلم جيدا أن منذ سنوات الدولة تعمل على شيء واحد فقط وهو إعادة بناء الإنسان مرة بالزبط. أخرى عاوز أطمن على الاثنين دول التعليم والصحة. وطبعا يعني أنا هاخد مؤشر صغير جدا جاي في الكتاب اللي هو الإنفاق على الصحة قد إيه بالضبط في خلال هذه الفترة. لو خدنا مثلا لو إحنا كمان بنستعد ليه منظومة التأمين الصحي الشامل بالزبط. وشايفين المستشفيات حتى اللي بتنفذ سواء كان في مشروع حياة كريمة أو الوحدات الصحية هي مستشفيات بتضاهي أيضا أو بتعد كي تكون مواكبة لدخول التأمين الصحي الشامل وكده إحنا بنشتغل بالتوازي بالضبط. يعني لو حضرتك خدت نسبة الإنفاق العام على الصحة من موازنة الدولة هلاقي إنه كان في سنة 2021 5.5%. النهاردة في 2023 وصل ل 6.2%. إذن في زيادة متواصلة في نسبة الإنفاق العام على الصحة من واقع موازنة الدولة. صحيح. طبعا ده غير القطاع الخاص أيضا بيساهم في هذا الموضوع لكن ده معناها انه زي ما حضرتك شايف ودي باينه في الحملات المختلفه اللي الدوله بتقوم بيها 100 مليون صحه مبادرات صحه المراه مبادرات قوائم الانتظار الاطفال والكلام ده كله. فده معناها مره تانية بالارقام تاكيد لا اهتمام الدوله بتوفير الرعايه الصحيه التجهيز للانتقال الى التامين الصحي الشامل على كل الجمهوريه. احنا بدأنا في مجموعة من المحافظات ولكن في طريقنا ان شاء الله الى استكمال التأمين الصحي الشامل على كل مستوى الجمهورية. بالنسبة للتعليم ايضا هناك زيادة في الانفاق على التعليم وده باين ايضا في عدد المدارس اللي زاد باين ايضا في عدد المدرسين اللي زاد. يعني ما يقال عن مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة بتزيد بشكل مستمر من سنة إلى أخرى. وفكرة كمان زيادة المدرسين هي زيادة ممنهجة ومدروسة بالزبط. مش فكرة اللي أنا بقبل أي كادر لأن يمكن أنا فاكر هنا مقولة لدكتور يعني الشيخ رئيس الجهاز الخاص بالتنظيم والإدارة كان بيتحدث دايما أن من حق الدولة أن يكون لديها الموظفين المثل وأصحاب الكفاءات العالية لتقديم الخدمات الخاصة بالمواطنين. لأن أعتقد حينما يذهب المواطن صالح الشيخ الدكتور صالح الشيخ لما يجي المواطن يتلقى خدمة لو لقى الشخص اللي بيقدم له الخدمة هو غير مؤهل وغير جيد وجدير بتقديم هذه الخدمة ما بيبقاش ناقم على المؤسسة أو الكادر بس بيبقى ناقم على الحكومة ككل. فبالتالي أنا لازم أهتم تحديدا بالموظف الإداري الموجود ودي الدورات التدريبية اللي بتعقد
مش بس كده، هو ده طبعا تأكيد لكلام حضرتك انه انا لو خليت شخص غير مؤهل يقدم الخدمة معناها انه الخدمة الحقيقية لم تقدم. يعني الشخص اللي هو مفروض يحصل على الخدمة اذا كان الشخص اللي بيديها له غير مؤهل يبقى لن يحصل عليها بشكل جيد. وفي هذه الحالة انا مش بس خسرت اللي بيقدم الخدمة انما خسرت ايضا متلقي الخدمة لانه ما تلقاهاش. نعم. وبالتالي دي نقط مهمة جدا. برضو من أهم من الحاجات المهمة في الكتاب إحصائية بسيطة جدا لكن بتعكس الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية مثلا. فإحنا هنلاقي مثلا أن إحنا في القمح الاكتفاء الذاتي زاد من 35% تقريبا سنة 17 إلى 48% سنة 21. يعني معناها أنه إحنا بنزود إنتاجية القمح، ومعناها أنه كل ما نزود إنتاجية القمح كل ما معناها ان انا وفرت الاستيراد من الخارج. صح، كان في زياده كبيره 13%. دي برضو رقم كبير. لو انا بصيت للذره الشاميه لا وصلنا فيها الى حوالي 50% تقريبا اكتفاء ذاتي، حوالي 46 إلى 50% اكتفاء ذاتي. لكن السلعتين اللي فيهم نقص كبير جدا هم الفول والعدس. الفول الاكتفاء الذاتي منه 23% والعدس 1% فقط، دول بيتم استيرادهم. والمؤشرات دي في غاية من الأهمية لأن هي بتدي يعني زي ألارم كده أو إشارة لمتخذ القرار إن لابد أن أؤمن المواد الغذائية، الأمن الغذائي هنا تحديدا في هذه السلع علشان تنبؤ بما قد يحدث لا قدر الله في المستقبل. ويمكن إحنا شايفين العالم مش مستقر، شايفين الاضطرابات اللي موجودة، ولسه كنا بنتكلم على فكرة توريد القمح من روسيا للدول يعني الموجودة في القارة الإفريقية تحديدا، وكان مؤتمره كان فيه تعهدات كبيرة بس لابد أن تحقق الاكتفاء الذاتي. لكن المطمئن دائما أن أنا عندي اكتفاء ذاتي في كثير من السلع. يعني مثلا لو بصيت للأرز أنا عندي حوالي اكتفاء ذاتي 99% تقريبا. لو بصيت مثلا للخضروات الطازجة حوالي 107%. الموالح مثلا دي بنصدرها فالاكتفاء الذاتي فيها 184%. صحيح. فاحنا اذا عندنا امكانيات، عندنا نقص في بعض السلع ولكن عندنا يعني اكتفاء ذاتي في العديد من السلع، وده بيطمننا على الموقف. صحيح. وخاصه اللي هي سلع بشكل اساسيه، احنا بنتكلم في سلع استراتيجيه اساسيه يعني. القمح تدينا طمانينه بعض الشيء لانها مرتبطه بالخبز، ويمكن ده مساله امن قومي تحديدا. بالزبط. في يعني الأمن الغذائي بشكل عام، ويمكن مصطلح التوفير الغذائي ما أصبحش مصطلح دارج لأن نظرا للظروف الموجودة هو بقى أمن غذائي ومرتبط بالأمن القومي. على أي حال احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء. بنشكر حضرتك فندم لوجودك معنا في صباح الخير. مشاهدينا زي ما احنا متعودين دايما كاميرا صباح الخير يا مصر بتكون موجودة لرصد كل ما هو جديد وكل ما يحدث من فعاليات في مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين مع زميلنا كريم بيبرس. كريم صباح الخير، قول لنا ايه الجديد اللي عندك. صباح الخير يا احمد وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. يعني لسه زي ما انت قلت كده الكاميرا صباح الخير يا مصر على طول متواجده في العالمين، بنرصد دايما ايه اخر الفعاليات اللي موجوده في المهرجان سواء الصبح سواء بالليل سواء النشاطات الرياضيه المختلفه سواء الحفلات اللي بتحصل، كل ده احنا بنتابعه سوا عشان ننقل للناس ايه اللي بيحصل خطوه بخطوه عشان كمان نقدر نشجعهم ان هم يقدروا يجوا في اوقات فراغهم، بالذات ان احنا في الصيف دلوقتي يقدروا يجوا يستمتعوا بالاجواء. ودي يمكن النقطة الأهم اللي عايز أتكلم معاكم فيها النهاردة، فكرة الجو. يعني إحنا في فترة من الصيف الوقت فيها بيبقى شديد الحرارة جدا جدا، لكن يمكن من حسن حظنا الحقيقة إنه اليومين دول فعلا سواء الصبح أو بالليل في نسمة هواء جميلة جدا جدا، الشمس مش حامية بدرجة قوية اللي تخلي الناس نقول لا إحنا في عز الصيف مش هنقدر نتحرك، بالعكس الأجواء مشجعة جدا جدا اللي حابب يجي يقضي وقته هنا في العالمين الجديدة سواء على البحر او حتى سواء في الحفلات اللي بتحصل بالليل. حتى امبارح بالليل كانت الهواء كان جميل جدا جدا، كان في نسمه رائعه موجوده على الكورنيش، الاهالي كانت مزدحمه كتيرة جدا على الكورنيش امبارح، الشباب نزلوا، الاطفال كمان قدروا ان هم يتحركوا براحتهم امبارح. الكورنيش يمكن منسق ومنمق بطريقه جميله بحيث انه الاطفال يقدروا يتحركوا بالعجل، يقدروا يتحركوا بالباتيناج، يقدروا يتحركوا زي ما هم عايزين، اهاليهم يبقوا مطمنين عليهم. فالرؤيه بشكل عام كانت الحقيقه امبارح بالليل جميلة.
جميلة جدا جدا، ولسه ما زالت النهاردة صبح يمكن على الشط جنبي الناس موجودة في البحر، فعلا قدروا ينزلوا ويستمتعوا بوقتهم. دي نقطة مهمة جدا في فترة الصيف. كمان الحقيقة انه في مسرح للعروض المختلفة للفرق اللي بيطلق عليها الاندر جراوند او الفرق الصغيرة اللي بتغني بتؤدي اغاني او كلمات هم عملوها بنفسها او توزيع موسيقي خاص بيهم، بيبتدوا هم يتحركوا خطوة خطوة او يطلعوا خطوة خطوة. ده بيبقى نوع من الموسيقى الدارج اللي طبعا بيحبوه الشباب جدا، موجود الحقيقة في فترات مختلفة على مدار الاسبوع، ما هياش وقت ثابت، لكن في مكان خاص للاستعراضات دي او للحفلات الغنائية الصغيرة، موجودة برضو في الممشى الجديد في العالمين الجديدة قدام الفنادق او قدام الابراج الثلاثة الجداد اللي موجودين في العالمين. كمان عايز اقول لك يا احمد، اقول للساده المشاهدين انه مش بس هيكون عندنا يوم الخميس الجاي زي ما احنا عارفين الموسيقار العالمي عمر خيرت، لكن كمان هتكون الفنانه كارول سماحه بالاضافه للفنان الكبير بهاء سلطان. الحقيقه انه بهاء سلطان يمكن ليه ميزه خاصه وليه جمهوره الخاص، خصوصا طبعا بعد قصته الملهمه وتحوله وتدريبه وتغيره بشكل كبير جدا، انه الحقيقه يعني الناس منتظره بشغف كبير جدا جدا الحقيقه حفله بهاء سلطان الخميس القادم، بالإضافة لحفلة مسار إجباري يوم الجمعة. ده طبعا الحفلات اللي موجودة دي ما بتغنيش خالص عن البطولات والنشاطات الرياضية المتنوعة اللي موجودة في المهرجان في نسخته في 2023 اللي بيجي تحت شعار زي ما انت قلت زي ما احنا دايما عارفين العالم عالمين. الحقيقة النشاطات الرياضية هتتنوع على مدار الأسبوعين الجايين أو على مدار الحاجة 20 يوم اللي متبقين في المهرجان اللي هينتهي في 26 أغسطس واللي بيستهدف تقريبا 500,000 زائر. بنتكلم على نشاطات رياضية مختلفة، على بطولات مختلفة زي كرة الطائرة الشاطئية الحقيقة اللي هتكون موجودة، البطولة اللي هتلف في العالم وهتلف كذا مدينة، لكن قررت انه يكون ليها دور السنة دي في العالمين الجديدة، بالإضافة طبعا لبعض الألعاب الرياضية المختلفة زي السباق الثلاثي اللي يقدروا يتحركوا فيه عدد من المسارات، سواء سباحة سواء جري سواء ركوب عجل. وبالفعل صفحة المهرجان نزلت خلاص المسار اللي هيكون في هذا السباق الترايثلون او السباق الثلاثي. عشان كده دايما بنقول انه النشاطات متنوعة، الحاجات صحيح. مختلفة موجودة في العالمين الجديدة، وأكيد هنبقى مستنيين نتابع مع بعض الأيام اللي جاية إيه آخر النشاطات اللي موجودة. والآن برجع لكم مرة تانية. يعني يا كريم، إحنا كل يوم بنشوف من أسبوع لأسبوع حفلة ويك إند مختلفة، وبنقول خلاص بعد ما وصلنا للكينج محمد منير وحميد الشاعري الجديد خلاص بقى، يعني أعتقد إدارة المهرجان مش هتلاقي حد أفضل من كده تجيبه. فأنت تقول لي إن عندنا عمر خيرت وعندنا بهاء سلطان، رايحين لفين؟ فين ليفل الوحش بقى؟ يعني عاوزين نشوف كل يوم في جديد حاجات مختلفة عندك يا كريم. وأنا بصراحة قاعد هنا بحسدك على وقفتك قدام البحر ونسمة الهواء الجميلة اللي احنا شايفينها في الصورة دي واليود، يا بختك يا كريم. شكرا لك كريم بيبرز من مدينة العالمين، وفي الحقيقة دايما يعني بترصد لنا كل الأجواء اللي موجودة عندك، وبنحس ان انت وديتنا العالمين واحنا قاعدين هنا في القاهرة، ويعني يا رب يا رب نيجي العالمين نشوف اللي بيحصل عندك، وأجازة كده ناخد أجازة يومين ثلاثة ونستمتع بما يحدث من عظمة وإبهار بتبهر به مصر وتكشف عن وجه جديد لها في مدينة العالمين الجديدة، المدينة اللي ما أصبحتش مدينة موسمية بتشتغل الثلاث شهور الخاصة بالصيف فقط زي ما كانت في الماضي، لا هي بتقدم نوع جديد من السياحة، بتقدم نوع جديد من الحياة لكل المستويات وكل الشرائح الاجتماعية تحديدا في العالمين طوال أيام السنة. ويمكن السبب الرئيسي في ده وجود جامعة وجود مدارس وجود خدمات تقدر تخلي المواطن يقدر يعيش هناك طوال أيام السنة. بنشكرك كريم مرة تانية، ومشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع، لكن فقرتنا متواصلة معاكم حتى العاشرة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة السلطان، برحب بيك، برحب بيكوا أهلا وسهلا، برحب بيكم، واسمحوا لي بالمناسبة الجميلة ديت افتتاح التجديد اللي اتعمل في مسجد سيدة نفيسة وفي المقام الكريم، وده الحقيقة أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من
شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، وإحنا متحركين أيضا في إن إحنا نكون أنجزنا السيدة زينب كمان. إحنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الإجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فاحنا متحركين في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها. لكن النهاردة تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين ليه بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وايضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. مرة ثانية برحب بيك وبشكرك دايما، وسعيد دايما ان انا التقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وباسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى اقول ان احنا في مصر، يعني طائفة البحر اللي موجودين هم عايشين وسط اهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير، واتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بوسط الشعب المصري. يعني مرة تانية برحب بيك، وسعداء جدا ان احنا اليوم الكريم ده والجميل ده ان احنا موجودين هنا في مقام كريم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يفيق علينا وعلى مصر بالخير والبركة ويعيننا على كل طيب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ستنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها تفتح أبوابها مرة أخرى أمام المصريين، أمام المصلين، لاستقبالهم في المسجد بعد رفع كفاءته وبعد ترميمه بعد توقف دام لمدة عام تقريبا. يمكن العام ده كان في استقبال للمصلين، لكن خلال الثلاث أشهر الأخرى كان المسجد مغلق لإعادة أو وضع اللمسات النهائية لهذا الافتتاح اللي تابعناه النهاردة. وتابعنا منذ قليل كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء افتتاح المسجد بعد تطويره وبعد يعني وضعه بالشكل الذي يليق بمكانته في قلوب كل المصلين، لأن احنا عارفين أن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هو مسجد يذهب له الجميع للبحث عن الطمأنينة، للبحث عن الراحة، والبحث أيضا عن الدعاء المستجاب. كيف تقوم مصر وكيف ينظر أيضا المحللين وينظر الكتاب يعني خطة الدولة التي تقوم بها لإعادة إحياء التراث وإحياء القاهرة التاريخية، وهو ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته. خلونا نعرف ده من ضيفنا العزيز اللي منورنا الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني أعتقد خبر مفرح استيقظنا عليه النهاردة الصبح وهو إعادة افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ورئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أن ده جزء من كل في الاهتمام بآل البيت تحديدا ورفع كفاءة هذه المساجد وإعادتها للمكانة التي تليق بها وتليق بمكانتها في قلوب المصريين. هو طبعا يعني ده في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية مرة أخرى. احنا عارفين ان مصر بها عدد كبير من أضرحة آل البيت والأضرحة التاريخية،
كانت للأسف شديد لسنوات طويلة كانت مهملة هذه الأضرحة، رغم أنها يعني فيها زيارات كتير وأغلب المواطنين والعديد من حتى بيجوا من بره عشان يزوروا هذه الأضرحة، فما كانش فيه اهتمام كبير، لكن كان في خطة واستراتيجية واضحة للاهتمام بآل البيت، وشفنا قبل كده في مسجد سيدنا الحسين وتم افتتاحه، وأيضا اليوم في السيدة نفيسة والسيدة زينب أيضا بيتم تطويره، والعديد من الأضرحة التاريخية ومن آل البيت خصيصا، والاهتمام بها بشكل كبير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية. مصر تمتلك العديد من الأضرحة، مصر تمتلك القاهرة التاريخية دي زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة، مجرى العيون، منطقة مجرى العيون تم تطويرها، لأن للأسف شديد كانت يعني للأسف كانت شديد مهملة وتحولت إلى عشوائيات في بعض الأماكن، عشوائيات كبيرة جدا أثرت بشكل كبير على المشهد الحضاري، مش للمنطقة نفسها، للدولة المصرية ككل، لأن دي منطقة تاريخية يجب الاهتمام بيها بشكل كبير، لأنها جاذبة للسياحة، جاذبة للاستثمار، جاذبة لحاجات كتير جدا، فكانت كل هذه الأماكن مهملة. لكن في الوقت الحالي في ضمن استراتيجية الدولة في التطوير والتحديث والتنمية الشاملة اللي بتتم، كان لابد الاهتمام أيضا بالقاهرة التاريخية، لابد من الاهتمام بالأضرحة، لابد من الاهتمام بالأماكن المواطن المصري بيروح فيها بيحس براحة نفسية كبيرة زي ما حضرتك قلت، وخاصة في عند السيدة نفيسة. نعم أستاذ جميل، يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة التي تحدث فيها صباح اليوم وجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لرئيس طائفة البهرة تحديدا السلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة الهندية للجهود المبذولة سواء كانت في ترميم أو تجديد يعني مساجد آل البيت. شايف الرسالة دي تحديدا بتعكس إيه؟ هي بتعكس طبعا الرئيس دايما بيعيد الفضل إلى أصحابه، فمن المعروف طبعا أن طائفة البهرة كان ليها دور كبير جدا في ترميم الأضرحة، أضرحة آل البيت في مصر، ومبارح الرئيس قلد رئيس طائفة البهرة قلادة النيل، ودي أعلى قلادة في الدولة المصرية، نظير ما قدمه وما تقدمه طائفة البهرة للدولة المصرية ولآل البيت، خاصة أن هم مهتمين بالتطوير وإعادة ترميم هذه الأضرحة. طبعا ده زي ما بقول لحضرتك، الرئيس يعيد الفضل دائما لأصحابه، تقدير من الدولة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من يقدم للدولة المصرية. ومعروف طبعا أن طائفة البهرة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم بيعملوا وبيسعوا جاهدين إلى تطوير الأضرحة وتطوير أضرحة آل البيت، والعمل يعني هم مهتمين بحالة التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. ومبارح أشاد أيضا رئيس الطائفة بالتنمية الشاملة داخل الدولة المصرية، وبالفعل في العديد من أبناء طائفة البهرة متواجدين في مصر وبيلاقوا استحسان كبير بين المواطنين المصريين. طيب في الحقيقة يعني احنا هذه الفقرة دائما ما تكون مخصصة في صباح الخير يا مصر، وهي فقرة تحليلية لأهم الأحداث المتواجدة على الساحة المحلية تحديدا والإقليمية أيضا، لكن زي ما احنا عارفين بطبيعة الأخبار وحضرتك أستاذنا عارف ده ما ينفعش، أحيانا في خبر بيطغى على الخبر الآخر والخبر اللي تصدر يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد الإعلان أو الكشف عن الوجه الجديد لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، يمكن كان هو محل استحواذ وقراءة ومتابعة وتداول أيضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في حقيقة الأمر كانت هذه الفقرة من المفترض أن تكون مخصصة لموضوع بعينه، وهو ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع اللجنة العليا رقم 31 المصرية الأردنية المشتركة، اللي خلالها تم توقيع عدد كثير من البروتوكولات الثنائية في عدد من المجالات. شايف إزاي ترأس دولة رئيس الوزراء لهذا الاجتماع تحديدا في العاصمة الأردنية عمان؟ هو طبعا احنا في الوقت الحالي لازم نبقى عارفين ان العلاقات المصرية الأردنية علاقات في قمة التميز بين وبين بعض، وفي توافق وتطابق في وجهات النظر في كافة القضايا اللي بتمس المنطقة، وعلى رأسها طبعا القضايا الفلسطينية وقضايا المنطقة بشكل عام،
وتطابق وجهات النظر ده مش في على مستوى الإقليم فقط أو على مستوى المنطقة فقط، ولكن على المستوى الثنائي بين الدولتين. يعني هذا الاجتماع هو 31، ما فيش أي اجتماع تم تأخيره أو تأجيله، لا كله في المواعيد المحددة بيتم تنفيذ هذه الاجتماعات. طبعا التكامل والتنسيق بين مصر والأردن هو على أعلى المستويات، كان في قبل كده عمليات الربط الكهربائي مع الأردن، أيضا خطوط الغاز لأن في حالة حدوث أزمات، التنسيق في المجالات. يعني امبارح شفنا في أكثر من مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها في مختلف المجالات التوأمة أو التنسيق بين الهيئات والوزارات داخل الدولتين. يعني في حتى على مستوى الإعلام التنسيق بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الأردنية، على مستوى السياحة، على مستوى وزارة الأوقاف، العديد من المجالات تم التنسيق بين مصر وتوقيع مذكرات تفاهم بين مصر والأردن في هذا المجال. إذن زي ما بقول لحضرتك إن التنسيق والتوافق بين مصر والأردن كبير جدا وعلى كافة المستويات، ووجود رئيس الوزراء ولقائه بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن وأيضا رئيس الوزراء الأردني، كل دي تؤكد على متانة العلاقات بين مصر والأردن، على تقدير كبير من مملكة الأردن للدولة المصرية والعمل على التنسيق معها في كافة المجالات. وزي ما احنا عارفين على مستوى القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني في لقاءات كتيرة تمت منذ عام 2014 لغاية دلوقتي، لقاءات مستمرة، لقاءات ودية، حتى مش لقاءات سياسية على مستوى السياسي، لقاءات أخاء أخوة ومحبة بين البلدين. أيضا كل ده من أجل التنسيق لكل الأمور الداخلية في الدولتين، وأيضا التنسيق على المستوى الإقليمي. احنا شايفين في الوقت الحالي أن في أزمة عالمية كبيرة جدا، اقتصادية كبرى. هذه الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير، اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على اقتصاديات العالم وأحداث التضخم كبير على في كل دول العالم. وأنا شايف في الوقت الحالي أن التكامل الاقتصادي العربي والتكامل بين الدول العربية هو السبيل الأمثل للخروج من هذه الأزمة وعدم الاعتماد على الدول الأخرى، لأن الدول الأخرى أيضا عندها أزمات اقتصادية، اللي هي الدول الكبرى والدول الاتحاد الأوروبي وخلافه. فيجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي عربي من أجل الخروج ومن أجل عبور هذه الأزمة بشكل كبير، وهو دي السياسة والاستراتيجية اللي ماشية عليها الدولة المصرية في الوقت. يمكن ده مش باين بس في العلاقات، وإن كانت هي علاقات وصلت لمستوى أرحب وتعزيز لهذه العلاقات تحديدا مع الأردن الشقيقة. ونعلم جيدا أن العلاقات بين مصر والأردن هي علاقات يعني لها جذور تاريخية ولها باع طويل، سواء كان في السياسة والاقتصاد وكل الملفات، ومؤخرا أيضا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي علاقات أخوة تجمع البلدين. ولكن دائما ما تكون العلاقات بين الدول هي علاقات مبنية على المصالح المشتركة لكل الجانبين أو لكل الطرفين. ماذا تريد الأردن من مصر وماذا تريد مصر من الأردن؟ هو عايز أقول لحضرتك ماذا يعني المصالح المشتركة. بالطبع لازم تبحث كل دولة عن مصلحتها الوطنية في إقامة العلاقات الثنائية بين الدول. لازم نبقى عارفين إن مصر والأردن دولتين للتنسيق الكامل بينهم في مجال مثلا تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، لأن الاستقرار والأمن هو الهدف الأول من أجل التنمية الشاملة. صحيح. في المنطقة احنا عندنا قضية مهمة جدا هي القضية الفلسطينية اللي هي بتخص الدول العربية وهي في قلب وعقل طبعا الدول المصرية. التنسيق دائما ما بين الدولتين لمصلحة القضية الفلسطينية، لمصلحة القضية الفلسطينية. وشايفين التحركات الكتيرة اللي بتقوم بها مصر وبتقوم بها أيضا بالتنسيق مع الأردن من أجل إعادة الاستقرار، من أجل الوصول إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وإن حل الدولتين وإن يبقى القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والعودة على حدود 4 يونيو 67. هو ده هدف والتطابق بين مصر والأردن في هذا المجال، إذن تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. الدولتين هدفهم كده.
ايضا مع العراق، واحنا عارفين ان في تعاون ثلاثي بين مصر والاردن والعراق من اجل تحقيق الاستقرار الاكثر في العراق، من اجل دعم الدوله العراقيه انها يبقى فيها حاله هدوء، يبقى فيها حاله استقرار، العمل على التنميه والشامله داخل دوله العراق، لان ايضا الاستقرار في العراق والتكامل المصري الاردني العراقي ده يؤدي الى زياده الاستثمارات وزياده التكامل بين الدول بينها وبين بعض. على الجانب الاخر ايضا في علاقات تجارية كبيرة بين مصر والأردن، وأيضا علاقات اقتصادية، في جالية مصرية كبيرة في الأردن، في العمالة المصرية المتواجدة في الأردن. إذن التنسيق على كافة المجالات وعلى كافة الأوجه، يعني في عملية الربط الكهربائي بين مصر والأردن، أيضا خط الغاز اللي بيتم تنفيذه في الوقت الحالي لربط مع الأردن والعراق. زي ما بقول لحضرتك، التكامل على كافة المستويات وعلى كافة الأوجه بين الدولتين، وهذه العلاقة تحقق المصلحة الوطنية للأردن والمصر أيضا. طيب التكامل بقى حضرتك بتتكلم كده يا أستاذ جميل، هل هذا التكامل فعلا هو تكامل بيتم من خلاله الاستفادة من التجارب الناجحة في كل دولة وتنفيذها على أراضي كل دولة؟ هو بالطبع التجارب الناجحة دي يجب، يعني هي التجربة دي فكرة، والفكرة بتنفذ بتبقى تجربة وبيتم تنفيذها على الأرض طبقا لإمكانيات أي دولة. فأعتقد أن التكامل بين الدولتين من خلال نقل التجارب ده شيء مهم جدا. احنا في الوقت الحالي مصر لديها تجربة مهمة جدا في عملية التنمية الشاملة داخل مصر. مصر تمتلك، عملت بنية تحتية قوية في المجال الاستثمارات ومجال جذب الاستثمارات الخارجية، فنقل الخبرة دي إلى الأردن أعتقد أن دي فيها استفادة كبيرة جدا للأردن، الاستفادة من الخدمات اللي بتقدم داخل الدولتين. طبعا بيتم الاستفادة بيها من الدولتين أو نقل الخبرة ليها. العمل على المساهمة في عمليات التنمية، عمليات في ثروات كتيرة في الدولتين يتم أيضا من خلال الخبرة في دولة معينة الاستفادة منها في الدولة الأخرى. إذن في استفادة كبيرة جدا من العلاقة مع الأردن، علاقة هي علاقة أمن قومي أيضا بمفهومه الشامل على كافة المستويات. إذن التكامل والعلاقة المترابطة القوية بتعود بالنفع على الدولتين وبتعود بالنفع أيضا على الشعبين من خلال هذا التكامل. يمكن التكامل ده احنا شفناه، يمكن زي ما حضرتك ذكرت، أن دايما في عز الأزمات ما يكون الحل عربي عربي، وده اللي بيتم من خلال اللجنة الرباعية الموسعة اللي بتضم مصر والإمارات والأردن والبحرين وغيرها من الدول التي انضمت مؤخرا. بهدف ايه؟ بهدف الاستفادة وتعظيم الاستفادة من الموارد التي تمتلكها كل دولة لتحقيق يعني الرخاء والنمو لشعوب هذه الدول والتكاتف والتضامن في عز هذه الأزمات. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام على هذا اللقاء، شكرا لك. شكرا لحضرتك. بكده مشاهدينا تكون حلقتنا خلصت، كنا معاكم على مدار 3 ساعات من 7 صباحا حتى 10. انا احمد عبد الصمد وزميلتي العزيزه دينا شرف، والى لقاء غدا في حلقه جديده، حلقه اخرى من صباح الخير يا مصر. وما تنسوش تزوروا مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها بعد التطوير. صباح الخير على حضراتكم، صباح الرضا عليكم جميعا.